اولا احنا نخلي المقاعد المتر وبعد كده لصغار السن، ما ينفعش تبقى لكبار السن بعد كده، لانها بعد الرقصه ديت هي مش محتاجه مقعد، هي محتاجه تقعد على حاجه ثانيه. ثانيا احنا بعد كده ما ينفعش نرقص في الانتخابات، احنا نلعب ونرقص، يعني لازم نجدد نفسنا، احنا رقصنا مره واثنين بعد كده نلعب ونرقص يعني.